واضح أعزائي؟ لماذا؟ أن منهجي في السنين الأخيرة تغير. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول في الإمام الرضا سلام الله عليه في عصره يقول في بغداد كثير من الروايات المنسوبة، يعني الشيعية للروايات السنية، الروايات المنسوبة إلى الإمام الصادق موضوعة موضوعة. التفت احفظ. إذن أفتى الإمام الرضا، مو أفتى يعني الفتوى عند فقهائنا، لا، في كلماتهم الفتوى موجودة، ما عندنا مشكلة. أفتى الإمام الرضا في الكتب المنتشرة بين شيعة الأئمة في العراق أن كثيرا منها موضوعة على لسان الإمام الصادق. أيها المنصفون، ملاحظة في الحاشية، أيها المنصفون، يا أهل الدين، يا أهل العلم، يا أهل التقوى، ماذا قلت أنا في قناة الكوثر غير أني قلت أن كثيرا من موروثنا الروائي مولانا موضوع وإسرائيلي لا يمكن الاعتماد عليه؟ هذا نص الإمام سلام الله. هسه قد يقول لنا قائلون العلماء بعد ذلك هذبوها، لا عزيزي، بل أضافوا إليها من الموضوعات وفاتت عليهم من غير أن يلتفتوا. أنا لا أدعي أنهم كانوا قاصدين، كانوا متعمدين، وخصوصا في بحار الأنوار. إذا أنا كنت أقول في المصادر المعتبرة كثير من رواياتنا موضوعة، ففي بحار الأنوار أكثره موضوع، أكثره مو كثير منه. هذا نص الإمام الرضا سلام الله عليه. ولكنه هذا كلام موجه إلى أهل العلم، موجه إلى أهل التقوى، موجه إلى أهل الإنصاف، لا موجه إلى العوام، إلى الجهلة، إلى الذين بيني وبين الله ينتسبون إلى العلم وهم لا يعرفوا العلم من العلم شيئا. لا، ليس كلامي مع هؤلاء أبدا أبدا. لهذا قلت أنا في مقدمة هذه الأبحاث، قلت حديثي مع أولئك الذين يمكن أن يأتوا بدليل. هذا دليلي، هذه أدلتي، طبعا أدلة أخرى موجودة ولكن هذه من الأدلة. وقال لي، قال الإمام الرضا ليونس، وقال لي إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله، لعن الله أبا الخطاب، وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله الصادق، يعني في الكتب أو في المصنفات 400. أعزائي، أنتم تقولون بأنه الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي والشيخ الكليني، هؤلاء اعتمدوا على ماذا؟ على هؤلاء أصحاب ماذا؟ أصحاب 400 مولانا، سندوا إلى هذه، وهذه كانت مدسوسة. فلهذا يقول السيد الشهيد الصدر: يتشكل علم إجمالي عندما تضع يدك على أي رواية في أهم كتاب فضلا عن كتاب الكتب الأخرى، يعني أصول الكافي، أول احتمال أنها موضوعة. لا تقول لي سند معتبر، لأن الذي كان يضع المتن كان يعرف أن يضع ماذا؟ السند أيضا. أعزائي، شنو الذي كان يضع هذه الروايات؟ كان من العوام لا من العلماء، كان يعرف أن يضع سندا كما يضع ماذا؟ متنا. فلا تقبلوا. إذن سيدي ابن رسول الله، أيها الإمام رضا، ما الحل ونحن أيدينا قاصرة في عصر الغيبة عن الإمام المعصوم حتى نسأله؟ قال: فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن، فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة، إنا عن الله وعن رسوله نحدث، ولا نقول قال فلان وفلان فيتناقض كلامنا، إن كلام آخرنا مثل كلام أولنا، وكلام أولنا مصادق لكلام آخرنا. يا بد عن جمع القرائن والشواهد. فإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك، يعني بخلاف ما قاله القرآن وبخلاف ما ثبت عن رسول الله، فردوه علي وقولوا أنت أعلم وما جئت به، فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نور. هذه الحقيقة هي القرآن، هذا النور هو القرآن.
فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك من قول الشيطان فاضربوا به عرض الجدار. هسه تقول سيدنا يعني الوضع والإسرائيليات والكذب على الأئمة كان منتشر في عهد الإمام الصادق وعهد الإمام الرضا بهذه الدرجة؟ انظروا إلى رواية معتبرة في صفحة 241 وهي رواية معتبرة السند عن يونس عن هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله الصادق يقول كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على أبي، مو اشتباه أصلا، كان ماذا؟ كان قاصدا في تخريب معارف. ماذا معارف؟ يعني أنا أتصور واحدا من أهم الطرق لتخريب مدرسة أهل البيت وهؤلاء الوضاعين الذين كانوا يضعون ويأخذوا كتب أصحاب الإمام الصادق، وكان أصحابه المستترون بأصحاب أبي. هذا المغيرة بن سعيد كان عنده مجموعة في أصحاب الإمام الصادق، فالكتب التي موجودة بأيدي أصحاب الإمام الصادق يأخذونها يقولون نستنسخ منها نسخة إذا تمكن أن تعيرونها يوم أو يومين أو ثلاث، يأخذوها ويأتون بها إلى من؟ إلى المغيرة بن سعيد، فيدفعونها إلى المغيرة فكان يدس فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي. عندما كان يضع الرواية من الكفر والزندقة والخرافات والسخافات والغلو و إلى ما شاء الله. ولهذا أنا أعتبر أن أكثر هذه الروايات من الخرافات من السخافات من الغلو الذي ما أنزل الله به من سلطان من إلى ما شاء الله، هذه من وضع هؤلاء الذين كانوا يريدون تخريب مدرسة أهل البيت. ثم يدفعها إلى أصحابه فيأمرهم أن يبثوها في الشيعة. هذا من المسكين أعطى الكتاب وما يعلم بأنه أضافوا إلى كتابه ماذا؟ ها 10 روايات 20 روايات بأسانيد نفس الأسانيد ماذا؟ المعتبرة أعزائي. فيبث يستنسخونها ويوزعونها، فكل ما كان في كتب أصحاب أبي من الغلو فذاك ما دسه المغيرة بن سعيد في كتبهم. واضح أعزائي لماذا أن منهجي في السنين الأخيرة تغير؟ هذه هي النصوص المعتبرة وهذه هي الأدلة العقلية التي تثبت لنا أننا لا يمكن أن نقبل أي رواية إلا إذا كانت موافقة للقواعد القرآنية وللأصول العقلية المعتبرة. هذا هو الأصل الذي نسير عليه.